بتقول لو هدفع اي مبلغ احتراما لجمهور النادي الاهلي يعني كان ممكن. طيب الشوط الاول خلص 6-5 للنادي الاهلي، النادي الاهلي بيسير بخطه ثابته، هو ده الاساس، هو المكسب يهمنا، لانه احنا كل ده بنعمله عشان بطوله تخش النادي الاهلي. تاني بكرر ان في احتمالات كبيره ان شاء الله لاذاعه المباراه، لاذاعه الشوط الثاني من المباراه، والاهلي ده ان شاء الله الاهم، واكيد سيتابعوا التتويج وتسليم الجوائز. شركه بريزنتيشن بلغتنا رسميا انه اي مبالغ ستطلب سيوفروها على الفور احتراما لجمهور النادي الاهلي الكبير العريض الذي يمثل الغالبيه داخل مصر. وكمان مش كده بس، ان هي محدش ابدا يقدر يزايد عن النادي الاهلي، ومحدش ابدا يقدر يزايد عن دور بريزنتيشن دلوقتي في الرياضه، او دور شركه بريزنتيشن في حصول على حقوق البث، ومش بس كوره. بكرر تاني يا جماعه، حقوق البث اللي بتقدر تشتريها شركه بريزنتيشن مش بس في العاب في الكوره، لا شفنا شركه بريزنتيشن بتخش مناقصات لشراء حقوق البث في المباراه في الاتحادات الجماعيه. اذا هي بتدعم خزينه الاتحادات دي بالاموال مقابل ان هي تاخد حقوق البث. فهي النهارده ان شاء الله باذن الله محاولات كبيره لاذاعه الشوط الثاني. كابتن سلوى يمكن تالي اذاعه الشوط الثاني يعني كنا في غنى عن هذا الكلام، بتهيألي كنا زعنا، والمفاوضات دي حصلت بعيد عن المشاهدين وبعيد عن الموقف اللي احنا شفناه ده. هي المشكله بس في التوقيت، صحيح، لكن المفاوضات بتبقى موجوده في كل المباريات وفي كل يعني كل حاجه ممكن يحصل فيها مفاوضات، مفيش مشكله. صحيح. وبعدين النادي الاهلي يعني الحمد لله ما العائق المادي بالنسبه له مش موجود. مش موجود، صحيح صحيح. وحضرتك شفت دلوقتي يعني شركه بريزنتيشن الراعي الرسمي للقناه بالظبط، طبعا بنشكرها وقالت لك انا فورا اي مبلغ سيطلب بالظبط هدفعه احتراما لجمهور النادي الاهلي. وعلى طول النادي الاهلي معروف ان هو العائق المادي مش موجود بالنسبه له في اذاعه مباريات، في ان صحيح. هو يوصل اللعبه للجمهور، ان هو يريح جمهوره. صحيح. بس ان شاء الله يعني صدقوني برضو انا عايز اقول حاجه يعني صدقوني يا جماعه، لوجو النادي الاهلي ده يعني حاجه كبيره جدا. الموضوع ليس له علاقه باسم او سين او صاد او عين، النادي الاهلي هو اللي عملنا كلنا. شعار النادي الاهلي، يمكن انا دايما بقول شعار النادي الاهلي هو الاساس، ما ينفعش ان انا اقول على اي حاجه. يعني انا لو الكارت كارت عليه شعار النادي الاهلي، اذا الكارت ده بيعلى بيعلى في نظر الناس مجرد انه عليه شعار النادي الاهلي. ما بالك كاميرا النادي الاهلي داخله صاله استاد القاهره تقول لها لا؟ ازاي تقدر تقول لكاميرا عليها شعار او ميكروفون عليه شعار النادي الاهلي لا؟ اي حاجه تتسوى تاني، اي حاجه تانيه تتسوى. وعمر ما النادي الاهلي يعرف القيم والاصول والمبادئ، عمر ما النادي الاهلي هياكل حق حد، عمر النادي الاهلي هتقول انت سياسه ويحاول يخترق القانون. النادي الاهلي بيلتزم باي اطر قانونيه او حقوق بس او او او. شفنا ده في نهائي كره اليد في مصر لما كانت بتلعب تونس في النهائي كره اليد، وطلع بيان واستاذ ايمن يعني انا تشرفت ان انا قلته على الهوا للساده المشاهدين، انه احتراما لحقوق البث في قناه زميله زي اون سبورت ما نقدرش ابدا نقول ان احنا نذيع المباراه النهائيه، وكل التوفيق لمنتخب مصر ونذيع. يعني احنا بنحترم العقود والتعاقدات، وعمر ما النادي الاهلي هيقول لا مش هدفع، وعمر ما النادي الاهلي هيقول لا. يعني انت لو كنت النهارده قلت خلوا الكاميرا تذيع ونتكلم بعد المباراه، فانت يعني قدمت زي ما بيقولوا السبت مع النادي الاهلي في الوقت النادي الاهلي مقدم السبت والحد والاثنين والثلاث مع مصر كلها. مش بس كده، ما ينفعش ابدا اي كاميرا عليها لوجو النادي الاهلي. لوجو النادي الاهلي ده لوجو كبير، ده اسم عظيم، اسم النادي الاهلي. ما ينفعش ابدا، مع احترامي لكل الاسماء. واستاذ ايمن حتى في كلامه قال على الهوا، قال لك ان الاهلي والزمالك هما قطبي الرياضه في مصر. فلما انت تيجي تقول للنادي الاهلي لشعار النادي الاهلي، والكاميرا الوحيده اللي موجوده في الملعب هي كاميرا النادي الاهلي، تقول لها لا، وتامر الحكام بعدم بدايه اللقاء حتى تخرج كاميرا النادي الاهلي من الملعب، لا لا ده كتير. وحتى المسؤولين عن الموقع الرسمي للنادي الاهلي، مش قناه النادي الاهلي بقى، ده الموقع الرسمي للنادي الاهلي، من حقه يخش اي مكان ويتابع احداث نشاطاته الرياضيه، بتقول لهم اخرجوا كمان من ارض الملعب. الموضوع يعني اذا الموضوع ليس له علاقه بتسويق، يعني احنا بنفهم برضو الاحداث وبنقرا. الموضوع له علاقه باللوجو، الموضوع ملوش علاقه بحته ان انت موارد الفلوس هتتروح اهي دلوقتي ان شاء الله وهتدفع، ولو طلب اكتر من كده هتروح. الموضوع ابدا مش فلوس. وشركه بريزنتيشن قالت اي مبلغ هيطلب احتراما لجمهور النادي الاهلي. ليه شركه بريزنتيشن عمل كده؟ عارفه قيمه هذا اللوجو، يعني شركه بريزنتيشن المحترمه عارفه قيمه هذا اللوجو، وعارفه قيمه جماهيره، وعارفه ان البادج ده يتحط على اي حاجه يثقل معناها.
لانه البادج ده وراه قيم كتير وتاريخ عريض وجمهور كبير. ما ينفعش انا اجي اقول لكاميرا موجوده دلوقتي في ارض الملعب لا، ده انا حتى الاسلوب اللي اطلب فيه من قناه النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي او حتى موقع النادي الاهلي لازم الاسلوب يكون مختلف، لان النادي الاهلي بيعرف الاصول والقيم والمبادئ. وزي ما احنا شفنا الفلوس هتدفع والمباراه هتتذاع الشوط الثاني، طب ليه كل ده؟ ما كان كل ده ممكن يخلص. بس هل هذا الموضوع الهدف منه هو احراج النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي او الشركه الراعيه للنادي الاهلي؟ ابدا ابدا، الموضوع ده عمره ما يحرجهم، بالعكس احنا التزمنا. وزي ما قال الاستاذ ايمن، المعلق في ارض الملعب، الكاميرا في ارض الملعب، الاستوديو التحليلي نجومنا كابتن سلوى وكابتن سامح مشرفيني في الاستوديو واحترمنا الناس بالدقيقه، كنا الساعه 4 مطلعين على الهواء واخدين كل الاجراءات. مش معقول النادي الاهلي هيطلب منه فلوس ويقول لا انا هاجي عندي هنا مش هدفع، او مثلا قناه النادي الاهلي يطلب منها مثلا مبلغ عشان اذاعه تقول لا مش هدفع. لا، الكلام ده مش مظبوط. لو طلب منا من امبارح، ما احنا زي ماتش الشمس وزعنا لحضراتكم، معلش يا جماعه زيعوا تاني لقطات من ماتش الشمس امبارح، معلش حطوه لنا تاني على الشاشه بعد اذن حضراتكم. ماتش الشمس امبارح اتذاع وتابعناه على الهوا، فجاه اهي الماتش ده امبارح اهو، الماتش اللي حضراتكم شايفينه والكاميرا اللي بتذيع كاميرا النادي الاهلي امبارح ما طلبش من النادي الاهلي جنيه. ولو كان طلب من النادي الاهلي كان مش النادي الاهلي طبعا، قناه النادي الاهلي، والنادي الاهلي وقناه النادي الاهلي جزء من النادي الاهلي، لو كان الدفع طلب من قناه النادي الاهلي مبلغ كانت هتدفع. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي كانت على الهواء مباشره، مش تسجيل، على الهواء مباشره من مباراه الاهلي والشمس في قبل النهائي، ونفس الاتحاد لم يطلب اي مبالغ نظير اذاعه هذه المباراه. فاحنا قلنا ان هذا بالمثل، رحنا طيب انت في نيتك تطلب اموال اخرى او حقوق، بس اطلب قبليها ليلتها، قول يا جماعه بعد اذن حضراتكم احنا عملنا الاذاعه دي يعني كذا، والفاينل لحسابات اخرى. انما فوجئنا قبل الماتش ب 40 دقيقه اتفضلوا اطلعوا بره عشان نقدر نلعب الماتش. طب ده كلام يعني الحقيقه انا ما عنديش اي تعليق، ولكن الناس كلها عارفه مين الخاسر. انا برجع تاني واقول الناس كلها وجمهور النادي الاهلي العريض اللي شايف الـ 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 الاحداث دي واكيد بيتابع الاحداث دي، يمكن احنا في الاستوديو معزولين مش عارفين اللي بيحصل بره، ولكن اكيد اللي بيتابع الاحداث دلوقتي عارف مين اللي خسر، عارف كويس قوي مين اللي خسر من هذا الموقف. عمر ما النادي الاهلي، عمر ما اللوجو ده تاني، عمر ما اللوجو اللي انا بقول عليه لوجو النادي الاهلي ده يقدر يخسر ابدا، مستحيل، ولا يتحرج حتى، ولا يحرج ان يتقال له مثلا اصل كذا اصل، لا 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 لا، الكلام ده خارج. ولسه كابتن سلوى كانت بتقول النادي الاهلي عمره ما العائق المادي هيبقى سبب، وكابتن سامح قال نفس الكلام، عمر ما مبلغ المال هيكون، الفلوس هتتدبر من تحت الارض. انما الخاسر معروف مين الخاسر، وللاسف يعني انا مش شايف غير انه يعني تصرف. الحقيقه استاذ ايمن قال، انا ما عنديش تعليق، استاذ ايمن قال كل الكلام اللي ممكن يقال بشكل الحقيقه ما فيهوش اي تجاوز. استاذ ايمن قال بمنتهى الحرفيه بمنتهى، استاذ ايمن بدره المدير عام البرامج ما كان معانا على الهواء منذ قليل وقال بمنتهى الحرفيه بمنتهى زي ما بيقولوا يعني معرفه الاصول والمبادئ والقيم، ورد على هذا الحدث في اطار يعني اللي بيحافظ عليه دايما النادي الاهلي. عمر ما خرجش بكلمه، واكيد ده هيتزعل حضراتكم مرارا وتكرارا، ما خرجش بكلمه بره. ليه؟ لانه ما بيمثلش نفسه دلوقتي استاذ ايمن، وقال كده، انا ما بمثلش نفسي، انا بمثل لوجو عظيم وقناه عظيمه هي قناه النادي الاهلي. الحقيقه الموقف الان انه بيبلغوني لسه المفاوضات شغاله، ولكن احتمال كبير جدا يتزعل الشوط الثاني لحضراتكم. الشوط الاول انتهى 6-5،